اتفاق على إنشاء شركة لإنتاج الطاقة البديلة بحسياء بالإضافة إلى إنشاء منطقة صناعية خاصة بالطاقة المتجددة هي ثمرة اجتماع رئيس حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس مع صناعي حمص. غرفة صناعة حمص ستبدأ العمل على تأسيس شركة مساهمة لتوليد الكهرباء بالطاقات البديلة باستطاعة 100 ميجا على مراحل، وستبدأ بالإنتاج خلال 6 أشهر، وذلك بالشراكة مع وزارتي الكهرباء والإدارة المحلية والبيئة. خلال أقل من شهر راح يكون في مباشرة بالعمل، والوعود أنه خلال 6 أشهر يصبح هذا المشروع داخل جزء منه في عمليات الإنتاج. موضوع الطاقة البديلة مثل ما بتشوفوا ملاحظين قرب محطة التوليد، اليوم نحن الدولة في عندها بنية أساسية كبيرة، محطة تحويل، محطة خطوط نقل، قرب الموقع المختار من محطة التوليد راح يكون تكاليف أقل على المستثمرين. الحقيقة هذا الأمر بهذا الوقت ضروري جدا 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 أن يبتدئ من المدن الصناعية وأن ينتقل فيما بعد إلى المشاريع الزراعية والمشاريع السياحية. سوريا المستقبل هي سوريا توليد طاقة بديلة، سواء على فات ريحية أو لواقد شمسية. هناك شركات استشارية تدرس وتقدم الحلول المثلى، وهناك بنوك تنتظر، وهناك شركات هامة جدا، لأن هذا الاستثمار واعد سواء للداخل أو للخارج. تسهيلات كبيرة قدمت لصناعي حمص للاتجاه للطاقات البديلة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الصناعيين والدولة. كان في تفاصيل كثيرة، و يعني كان الحقيقة لقاء كثير كثير جيد، وهذا الموضوع هو موضوع المستقبل، وهذا الحل لمشكلة الكهرباء، يعني هذا الحل المنظور والعملي. ولذلك نتمنى أنه نحن كصناعيين نقدر نوصل لصيغة اتفاق وننشئ هذه الشركة المساهمة إن شاء الله. ممكن كمان نستثمر ضمن معاملنا، يعني مثلا مساحة المعمل عنده 10 دولمات 12 دولوم، ممكن على السطوح على سطح يستثمر بالطاقة باللواقات الشمسية. الحل الأمثل هو إيجاد الطاقة البديلة. هي الطاقة البديلة اللي حكى فيها سيد الوطن وشجع عليها وشجع على استثمارها وشجع على الإقبال عليها. التسهيلات اللي قدمتها الحكومة وقدمتها الإدارة المدينة الصناعية بالنسبة للأرض أن تعطيها للمستثمرين كتير أكيد بتطمن المستثمرين في هالناحية هاي. الأشهر القادمة ستشهد المباشرة بتركيب تجهيزات لمشاريع الاستثمار بالطاقات البديلة، إن كان في حمص وحلب وريف دمشق وباقي المحافظات. كندا الخضر لقناة سما الفضائية من المدينة الصناعية حسياء حمص.